لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج الكوس. الكوس النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة ما فيش أي تنافر فلكي، وبالتالي عندهم وقت مثالي إن هم يتقدموا وبثقة، ويقدروا إن هم يحققوا مكاسب وفوائد مهمة في النواحي المالية، وممكن كمان إن هم يتصرفوا كويس في الممتلكات لو عايزين يبيعوا أو يشتروا، فعندهم فرصة هايلة إن هم يتخذوا قرارات مناسبة في الناحية المالية وفي تنمية الممتلكات.